حياكم الله مشاهدينا الأعزاء متابعي قناة الساحة الفضائية في برنامجكم أمراض الإبل. ما زالت هذه السلسلة مستمرة والتي بدأناها سابقا باستضافة الدكتور ثامر عواد خبير أمراض الإبل والجراح الخاص بالإبل، له الحقيقة جهود كثيرة في هذا المجال. نستمر معكم في طرح بعض هذه الأمراض التي ذكرناها كما قلنا لكم سابقا. اليوم لدينا مرض آخر سنتحدث عنه باستفاضة، وكان يؤرق كثير ويتعب كثير ملاك الإبل. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى كان صار علاجه أسهل من السابق. قبل ذلك أريد باسمكم أن نرحب بالدكتور ثامر عواد. حياك الله دكتور ثامر. حياك الله، الله يحييك. الله يحييك. أيضا يسرنا أن نستضيف الشيخ عبد الرحمن بن منديل آل وثالة، وهو ضيف سبق استضفناه في حلقة ماضية، ووجوده كان له يعني رونق خاص. تسلم تسلم، لنا الشرف كثير الحقيقة. طالب بوجودك مرة أخرى يا أبو منديل. طال الله يسلمك ويسلمه دكتور. المرض الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم كما ذكرنا سابقا هو مرض خطير جدا. أترك لك حرية البدء في هذا الموضوع، تفضل دكتور. جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله عز وجل نستكمل ما بدأناه من سلسلة عن بعض أمراض الإبل. وصلنا في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن مرض الطير في الإبل. الطير؟ نعم، مرض الطير في الإبل. هذا الطير أو هذا المرض، قبل الدخول، هذا المسمى هو اصطلح عليه عند ملاك الإبل مرض خطير. نعم، من الطير يعني مطيورة، هم سموها طير. الأمراض اللي تصيب الإبل. نعم. مرض الطير كان مميت سابقا. نعم، ولا يجعل الطير ذا خطر حتى في العلاجات. نعم، قليل اللي ينجى منه من الإبل إذا أصاب الطير هذا. جميل. مسماه العلمي يا دكتور؟ مسماه العلمي هو نقص فيتامين B1، B1 deficiency، يعني نقص فيتامين B1 الخاص بالأعصاب وخصوصا أعصاب المخ. لأن هذا المرض كما سيأتي في الكلام أنه يؤثر على قشرة المخ حتى تصير سبحان الله مثل الجلي، يعني يخرب قشرة المخ. يصيب الأعصاب. نعم نعم، وأعصاب البصر. وسيأتي في الأعراض أن البصر بيتأثر، وطبعا والمخ بيتأثر. الاسم العلمي بيسبب بوليو انسفيلومايلايتس، يعني التهاب في المخ وسحايا وقشرة المخ. هذا المرض يؤثر نقص فيتامين ب واحد، يعني شديد الخطورة وسريع الأكشن، يعني إذا ما لحقت عليها تموت الناجح. على بقدر ما أن العلاج سهل جدا، على بقدر ما في صعوبة في اكتشاف تشخيصه، وصعوبة في يعني لو كان في البر بعيد عن الصيدليات يشوف ياخذ كيلومترات عديدة حتى يصل الصيدليات، وممكن ما ياخدش باله أصلا سريع إن لم تشاهده بسرعة. يعني طيب دقيقة. نعم. الأعراض يا دكتور قبل ما ندخل في هذه التفاصيل، الأعراض التي تصيب الناقة حتى نعرف أنها الناقة دي فيها طير ولا لا. تمام، طيب ندخل في الأعراض. الأعراض هذه في بدايته الناقة تكون غير متزنة، غير متزنة في مشيها، يعني عندما تمشي خلل في التوازن، خلل سيح. نعم، خلل في الاتزان الناقة ومشي، تحس ان الناقة غير متأرجحة، غير متزنة، تقول الناقة ايش فيها، غير موزونة. في هزة في الراس مميزة، يعني ترفع راسها للسماء، حتى انه اسمه بالانجليزي ستار جيزنج ديزيز، يعني هذا المرض التي الناقة او الحيوان يبص للنجوم للسماء، يرفع راسه فجأة. يا نعم، ويأتي فجأة، يأتي فجأة، أحيانا تموت في ساعات. طيب ما دام أنك ذكر ذلك أبو منديل، أصيب عندك قبل؟ نعم أصيب عندي. يأتي الناقة أحيانا ما تجلس 6 ساعات 4 ساعات، أحيانا يوم وليلة اللي تطول وتموت. سبحان الطير الله. ذا أخطر مرض يأتي الإبل هو الطير ذا. إذا أصابها مباشرة تموت؟ نعم. طيب كيف كنتوا تعالجون أول؟ ما نعم، ما لها علاج، الله اللي يعالج. يصيبها وترتعش وكانت في حوش مثل المجنون، هو نوع من الجنون. طيب أبو عبد الرحمن، أبو منديل، يعني أكيد لكم اجتهادات في علاجها. هي مثل والله اجتهادنا، أنا يصيب عندي دائما والناقة اللي جهة الطير تروح. طيب وش كنتوا تعالجونها؟ والله ما نتويها أحيانا. من وين؟ ما ينفع.
من وين كانت؟ عرجي على راسها. أيوة. عراقي. لكن ما ينفع، ما نفع. لا ما احيانا ينفع احيانا تروح الناقة والطير ذا خطير. لكن الاغلب انها حتى بعد لكي تموت. الاغلب نعم، الطير اذا جن ناقة اصابها مثل الجنون، جن صرعة تموت الناقة الا القليل اللي يستر الله. متى اخر وفي ناس يقدونها قد قد كيف؟ يقدون يبشطونها يعني. نعم. ايوه. اي يخرج دم. اي نعم وعلى الله. طيب اخر مره اصيب معك؟ اصيب معي ناقة كانت ابلي في شبك. نعم. في مزرعتي واصيب ناقة القحها من اشمن البل وطيبها وزينها واخذت تستدير حتى انهت الدم يمشي من الشبك من كثر دورانها في الشبك حتى بركت وماتت. انت شفتها بالعين ولا جربتها؟ شايفها بعيني. سبحان الله. اي نعم. ولا امدك؟ ما اخذت لها يوم وليل. ما امدك تعرف؟ نعم. متى كان هذا اخر مره؟ والله قبل 5 سنين حوله. وبعدها ما عاد جمعك بامر الله سبحانه؟ لا باذن الله. ما. طيب هو يختص بالكبار ولا الصغار ولا الجهه كلها؟ الا ظني بالكبار اكثر. اذا جن ناقة اصيبت بنوع من الجن او نعم الدوران وقليل اللي ينجى من مرض الطير. طيب حتى يدعون به البدو يا مال الطير جعلت الطير وهكذا اللي هو المرض الخطير. هل المرض ده؟ لا. طيب يا دكتور تكلمنا عن الاعراض المسبب لهذا المرض، هل يعني اكتشف الطب الحديث مسبب لهذا المرض؟ نعم، هذا المرض له عدة أسباب. نعم. التي تؤدي نقص فيتامين ب واحد. يعني وإيش الأسباب يا دكتور التي تسبب هذا نقص هذا الفيتامين المهم جدا؟ جميل. نعم أحسن. نعم. نمرة واحد السوء التغذية. يعني واحد يجيب يأكل الإبل عنده تمر كثير جدا وطمر وحليب كثير وشعير يكثر من استعمال هذه، فتؤدي إلى غثة. عندما تؤدي إلى غثة يعني تزيد الحموضة في الكرش فتقتل البكتيريا النافعة التي تخلق فيتامين ب واحد في الكرش. طبعا نحن يا دكتور. نعم. هذا كلامك انت، نحن لا نعلم عن اين مع هذه المعلومات متخصصين ولا وانت مسؤول عن صحه هذا كلام. الله يحييك. نعم. نعم. هذه الاسباب هذه علميه مدروسه يعني وفي. نعم. بعض الابحاث فيها. بس احب ان. نعم. يعني اوضح للساده المشاهدين ان جميع ما ذكره الدكتور هو يعني انما اتى عن طريق دراسات. نعم. ومعلومات استقاها هو من خلال تخصصه. نحن يعني فقط نحاول ان نوضح لكم من خلال الدكتور طريقه الدكتور العلاج كلامه طريقة بعد ما لا اذا اعطي الناقه زيد لها مثل تمر. نعم. هو مثل ما تفضل صحيح انغثت وجذفت وهكذا ربما يحصل عد اشياء ذا ما ندري. نعم. تفضل دكتور. لكن احسن الله يحييك. هو نعم هذه عندما يسيء استخدام الاف الناقه او علاف الابل يعني يزاد لها من الطعم تزول. نعم هذه الاشياء يعني يعطيها تمر بس يكثر من التمر يكسر من الشعير يكسر من الشعير المقروش والتمر او يعطيها حليب مع التمر يقوم يؤدي الى حموضه في الكرش تزيد. الحموضه هذه في الكرش تقتل سبحان الله البكتيريا النافعه التي تصنع فيتامين ب واحد فيقوم ينقص الفيتامين في الجسم وفي الدم وتأتي الأعراض. جميل. ثانيا كثرة إعلاف الحيوان مثلا أكل شعير كثير جدا انطلق على الشعير والمكعب وأكل كثير جدا حصلت غثة. الغثة معناها لكمة. اللكمة أو الغثة هذه تنفخ الحيوان وتصير بطنه كده مش قادر يتنفس وممكن يموت فيها وأيضا تسبب حموضة في الكرش وحموضة في الدم. حموضة في الكرش معناته أنه يقتل البكتيريا النافعة في الكرش التي تخلق فيتامين ب واحد. نعم. وتنمو البكتيريا الضارة سبحان الله في الكرش التي كانت يعني مستأنسة وعايشة مع الحيوان في الكرش تنمو البكتيريا الضارة وتموت النافعة ينتج عن ذلك إيش؟ يعني فقط إيضاحا للسادة المشاهدين. نعم. هناك نوعان من البكتيريا، بكتيريا. نعم. ضارة وبكتيريا نافعة. الأصل أنها متوازنة في الجسم. الأصل أنها متوازنة وعايشة متألفة في الكرش. بعضها طبيعيا مفيد للجسم يخلق فيتامين ب واحد اللي هي النافعة. النافعة. نعم. وبعضها كامن في الكرش لا يضر
إذا حدث اختلال في الكرش، حصلت حموضة زيادة، حصلت غثة، يتحول إلى دار ويفرز سموم تضر ليش الناقة بأمراض، وأيضا تفرز إنزيم الثايامينيز الذي يكسر فيتامين بي واحد. سبحان الله، يعني هذه معلومات دقيقة جاءت عن طريق دراسات معروفة في الطب والعلم، إن هذه يعني من ضمن الأسباب. من ضمن الأسباب، ليس كل السبب، ليس كلها. طيب من ضمن الأسباب، هل عمل دراسة لحصر الأسباب كافة لهذا المرض؟ ما هي الأسباب؟ يعني أسباب قلة فيتامين بي واحد هي تدور حول ذلك. منها من ضمن الأسباب، عندما تشرب الإبل من بئر مثلا في كبريتيد زيادة. نعم. كبريتيدات، عنصر الكبريتيد يكون زيادة في المية، يقوم عنصر الكبريت هذا يتعارض مع امتصاص فيتامين بي واحد. الآن يا دكتور، نعم، الآن كثير من أصحاب البل يحط يعني يزيد الكبريت لها في الماء، يصب يحط كبريت في الماء حتى تشرب. نعم، يقول له نعم. له فوائد. له فوائد، ولكن طبعا لما يكسر الكبريتيدات أو العناصر اللي فيها عنصر الكبريت ممكن تتناقص. ولا يا أبو محمد، ممكن تتعارض كثرته. الملح وزين له. طيب والكبريت تضعونه في الماء؟ الكبريت لا، نحط لها ملح في السطل. اي نعم. والملح تمام، يخليها تشرب ماء ويملحها، ما فيش مشاكل. الملح جين. اي نعم، لكن ليس مضر. الابار، نعم، الابار التي في الرعي في 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 البر، الابار اذا صادف وجود كبريتيدات زياده في المويه وشربت منها الابل جميعا، قد طبعا الكبريتات هذه تتعارض مع امتصاص فيتامين بي واحد فتؤدي لظهور مرض اعراض الطير في عدد من الابل في نفس الوقت. لكن ليس بشرط ان يصيبها كلها. نعم، والاصل انه غير معدي، هذا مرض ليس معديا. طيب يا دكتور، هذا ينتج عن نقص فيتامين بي واحد. يعني ما السر في اصابه واحده دون الاخرى، وكلاهما يستخدمان نفس الماء ونفس تمام الطعام. تمام، هي طبعا اصابات فرديه ينقص فيها فيتامين واحد من اي سبب. لا، فردية. ممكن فردية. ناجه، نعم، امراض فرديه. فردية. ولا هم من منظني ولا هم من يجيك ام يصيب ناقه مع مجموعه من 50 الى 60 الى 70 ناقه مجموعه ابل كامل. لكن ممكن يا ابو منديل انه يكون لا يعني سبب المناعه، سبب في ذلك المناعه، يعني بعض الابل اقوى. صحيح. وبعض الابل اضعف. فيه ابل تحمل وفيه ابل قويه وفيه ابل ضعيفه ما تحمل مثل نعم كل شيء. نعم نعم، حتى الامراض، حتى يعني الامراض المعديه اللي في الناس يصاب واحد والاخر لا يصاب. صحيح. نعم. تفضل دكتور. طيب، احنا كده يعني تقريبا حصرنا غالبيه اسباب نقص فيتامين بي واحد، علشان المشاهد الكريم لا ينسى ان السبب هو نقص فيتامين بي واحد. اسباب نقص هذا الفيتامين بي واحد، نعم، في قلنا ان غثه، حموضه زياده في الكرش، زيادة الكبريت في زيادة الكبريتيدات في ماء الشرب، هذه قد تؤدي الى ايش؟ تعارض مع فيتامين بي واحد. ايضا استخدام بعض الادويه مثل الامبروليوم، استخدام الامبروليوم في علاج الكوكسيديا في الابل، هذا يتعارض مع امتصاص فيتامين بي واحد ويؤدي لاحقا الى بعض امراض الطير. استخدام الكورتيزون، سبحان الله، معلومات مهمه، الادويه الكورتيزونات هذه مضاده للالتهاب. نعم. استخدام الكورتيزون في ايام متواليه اسبوع او اكثر قد يؤدي، نعم، يزيد الحموضه في الكرش ويؤدي الى نقص فيتامين بي واحد، للحموضه بتقتل البكتيريا النافعه التي تخلق وتصنع فيتامين بي واحد، يعني هي مترابطه مع بعضها. نعم. عده اسباب نهايتها نقص فيتامين بي واحد، لكي لا اطيل على المشاهد يعني في تفاصيل كده. عرفنا نقص فيتامين بي واحد وذكرنا بعض اعراضه، ونكمل الاعراض. إذا أول ما تصيب الناقة الطير هذه، طبعا الطير بتكون الناقة غير كما قال الشيخ سبحان الله كأنها صابها جنون، مطيورة غير متزنة في مشيها، تحس إنها ما تشوف كويس، بصر عصب البصر تأثر، نعم، فتجد الناقة لا تشوف. ممكن تقول للدكتور الناقة عندي ترفع رأسها وتهزها، حتى بعض الناس يسموه مرض الهزة، مرض الهزة هو نفسه مرض الطير، لأن ترفع رأسها في خلل في المخ، حصل التهاب في قشرة المخ وسحايا المخ. نعم. فيؤدي إلى طبعا جنون ومطيورة، نقد مطيورة، في اهتزاز في الرأس، في حركة يعني غير طبيعية في الناقة، جسمها كله، وأعراض عصبية في بعض الأحيان. نعم، أعراض عصبية عن الناقة، الناقة تحس إنها إيش، مجنونة، جنت كما قال الشيخ منديل، حتى إنه بعضهم يكون عنده مرض الجنون. نعم، هو صادق يعني بالمناسبة. نعم نعم، تفضل. حجينا سنة من السنين ولقينا الشيخ أحمد القطان في مزدلفة. نعم. وقال لنا إن الإبل خلقت من الجن. شوف، خلقت من الجن. نعم. الإبل مجنونة، حتى بركانها في مرحانها تلقي
صاحبها طيب مخره ولا اخذت قبه جن بدون سبب بدون سبب. البل خلقت من الجن مثل ما تفضل الشيخ. طبعا هذا يعني ويقول سبحانه وتعالى لنبلونكم بنقص في الانفس والثمرات. وهذه امراض تجي حتى الاوادم حتى لا بد من صحيح ما في شك طبيعي. لكن احنا طبعا نسلط الضوء على نوع من انواع المرض حتى لان العلاج يعني هل علاج صحيح نعرج عليه في ختام بعد الانتهاء من الاعراض والمسببات. كثير من ملاك الإبل يعني يريد أن يصل إلى علاجه بكر، خاصة أن الطير هو مرض أخطر أمراض الإبل هو الطير يأتي بسرعة بسرعة صحيح نعم ومباشرة بسرعة ربما تكون يتسبب فيها شفاء إن شاء الله حلال هل يعني صحيح موته يكون صحيح صحيح مسبب لخسارة أكيد. دكتور بالنسبة للعلاج لو لم تعالج مبكرا طبعا الناقة طبعا بعد هذا صعوبة في الرؤية واهتزاز وهزة في الرأس ونظر للسماء وهزة طبعا معروفة نعم. طبعا لو لم تعالج بتجد الناقة طبعا رقبتها راحت لورا كده وبركت ورقبتها راحت لورا وماتت وبتاخذ هذا الوضع وترجع رأسها ما ترجع يعني ما تستطيع الناقة ترجع رقبتها ثاني. طيب هذا المرض نبي العلاج. العلاج سريعا حقن فيتامين بي واحد وريد يعني احقن واحدة كاملة علاج اسمه ألترا بي الترا بي معروف ألترا السوق بي. السعودي نعم. الترا بي متوفر هذا العلاج متوفر جدا وسرعة العلاج مطلوبة لأنه لو لم يعالج بسرعة ستتأثر الأعصاب المخ نريد بس تكرار العلاج نعم. الترا بي. وفي دواء تاني اسمه بي 500 أو تي 500 يعني هذا مركز يعني تركيزه عالي هذا 10 سنتي يوميا سريع إن شاء الله كويس جدا يومين أو ثلاثة كفاية. الالترا بي أحقنه أول يوم وريد احقن واحده كامله وفي الوريد بالوريد. سريعا نعم المشكلة انقذ الناقه المشكله ان نعم. ان حقن الوريد صعب جدا يعني لو صعبه لو كان راعي الابل ما عنده احد يعرف يحقن وريد يحقن في اللحم ما تفرق نص ساعه مش مشكله امتصاص مش مشكله نعم. ولكن يحقن واحده كامله يوميا يعني اول يوم كم اول يوم 50 سنتي العلبه كامله 50 سنتي يحقنها في الخوير من يمين يسار 25 25 وثاني يوم وثالث يوم لين الناقة تاخذ المطلوب من نقص فيتامين ب واحد هذا نعم. وباذن الله شوف اذا استجابت مباشره واذا تاخرت عليها قد تموت الناقة خلال يوم يومين. طيب مده الشفاء يا دكتور على طول مباشره تعطي فيتامين بي واحد على طول نعم اذا خلال ساعه باذن الله عز وجل يكون الدواء اشتغل لو عن طريق اللحم تاخذ مصاص حوالي نص ساعه ويدخل الدم تتظبط لان المطلوب وجد نقص فيتامين بي واحد حقناه وريد بسرعه في 5 دقائق باذن الله عز وجل يكون يعني الناقه بدات تتظبط ربع ساعه نص ساعه ناقه طبيعيه مباشره جميل. استجابه جميل. فوريه جميل. جميل. نعم جميل. وفي التي 500 هذا مركز 10 سنتي كفايه يوميا باذن الله اذا شخص سريعا وعولج بفيتامين بي واحد سلمت الناقه من الطير وكان شيئا لم يحدث جميل. باذن جميل. الله تعالى جميل الله يعطيك العافيه دكتور على هذه المعلومات الله يحييك ويحييك. ختاما مشاهدي الاعزاء لا يسعنا الا نتقدم باسمكم جميعا بالشكر للدكتور الفاضل الذي شرفنا من خلال تواجده معنا خلال الحلقات الماضية كونه ضيفا مستمرا طرحنا كثير من الأمراض وطريقة علاجها فباسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور الله يعطيك العافية دكتور وكان تواجدك معنا مثري ومفيد ونسأل الله أن ينفع المشاهدين بما قدمتهم اللهم آمين. أيضا الشكر موصول للشيخ عبد الرحمن بن منديل الوثالة الذي كان يعني ضيفا مؤثرا وضيفا له حضوره الجميل في هذه الحلقة الله يعطيك العافية وليهنك نشكركم وأنا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله الله يعطيك العافية على كل حال والعفو إحنا اللي نشكرك وأنت تشكرنا وهذا من الله يسلمك كريم خلقك إحنا والله نعتز بالقنوات دائما اللي تهتم من الإبل لأن الإبل لها مكانة عند العرب وعند الرجال وعند طبيعي بلا شك بلا شك. شكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين خلف الشاشات نأمل أن نكون قدمنا ما يفيد خلال هذه السلسلة التي عرضنا لكم من خلالها مجموعة من الأمراض أعراضها مسبباتها طريقة علاجها مدة شفائها نأمل أن نكون فعلا قد قدمنا ما تأملون بأن تتابعونا انتظرونا السلام عليكم ورحمة الله.